من الأسئلة السهلة معانا في الهيبرين والوارفارين، يقول لك ايه استخدامات الهيبرين والوارفارين او الكونتر انديكيشن بتاعتهم. بيستخدموا في العلاج والوقاية من الثرومبو امبوليزم. يبقى اول حاجة هنكتبها treatment of thrombo embolism، وبعد كده نضرب شوية امثلة على الثرومبوزس زي ايه، زي البلمونري ثرومبوزس، كوروناري ثرومبوزس، سيريبرال ثرومبوزس، والدي في تي اللي هي الديب فينوس ثرومبوزس. تاني حاجة بيستخدموا في الوقاية من الثرومبو امبوليزم، بس خلي بالكوا هنا معايا بتختلف من الهيبرين عن الوارفرين. ليه بقى بتختلف؟ لان الهيبرين بيستخدم بره وجوه الجسم، اما الوارفرين بيستخدم ايه؟ بيستخدم جوه الجسم بس. طيب يعني ايه الهيبرين بيستخدم بره وجوه الجسم؟ يعني هتلاقي الهيبرين موجود في كياس الدم، هتلاقي الهيبرين موجود في مكان الغسيل الكلوي، عشان كده بستخدمه في الوقاية من الثرومبو امبوليزم في الناس اللي بتغسل، في الهيمو دياليسس بستخدمه، في البلاد ترانزفيوجن بستخدمه، في الافدر فاسكولار سيرجري. اما الوارفارين بمنتهى السطحية وبدون اي تعمق بيستخدم كوقاية من الثرومبو امبوليزم في الاتريال فايبريليشن، وده نوع من انواع الاريزميا، ويستخدم كوقاية في الناس المركبة صمام هو في الفالف ريبليسمنت. ما تستفدش في الموضوع، اللي عايز يعرف تفاصيل اللي هي مش عليكو اصلا يبقى يكلمني بعد ما يتفرج على الفيديو. عايزك تعرف بس ويستخدم كوقاية في الاتريال فايبريليشن والفالف ريبليسمنت. بالنسبه للكونتر انديكيشن، عايزك تعرف ان هم ممنوعين في اي حد عرضه انه يحصل له بليدنج. زي ايه؟ زي الناس اللي عندهم اتش اي تي اللي هي الهيبرين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا، زي الناس اللي عندهم هايبر تنشن، الناس اللي عندهم هايبر تنشن واندو كاردايتس، الناس اللي عندهم الهيموفيليا. واحنا عارفين الهيموفيليا زي ما انتوا واخدين في الفسيولوجي، ده واحد عنده ديكريز في الكواجوليشن فاكتور، فعرضه انه يحصل له بليدنج. في اي حد عنده هايبر سنسيتيفيتي في الهيباتيك والرينال ديزيز. وعايزك تعرف حته مهمه جدا، ان الهيبرين ممنوع اخده انتراماسكولار، لان لو خدته انتراماسكولار هيعمل لي ايه؟ هيماتوما، وهيماتوما يعني تجلط او تجمع دموي، تجلط ايه؟ تجلط دموي. الروت اوف ادمنستريشن لو تفتكروا بتاع الهيبرين انترافينوس وسب كوتينيوس، ممنوع منعا نهائيا اخده انتراماسكولار. يبقى عندي شويه كونترا انديكيشن بحرف الاتش، اتش اي تي، هايبر تنشن، هيموفيليا، هايبر سنسيتيفيتي، هيباتيك ديزيز، وهيبرين ممنوع ايه؟ في الانتراماسكولار. عندي شويه كونتر انديكيشن بحرف الايه، ابورشن، وابورشن يعني اجهاض، والواحده اللي بتعمل اجهاض او بتسقط يبقى عرضه انها او بيحصلها اصلا نزيف. طيب ممنوع في الاكتيف بيبتيك السر، عشان برضو البيبتيك السر يعني نزيف. ممنوع في الاكتيف تي بي، لان مريض السل او الدرن بيكح ايه، بيكح دم. تاني حاجه او اخر اتنين كونتر انديكيشن بحرف السي، الكانسر وفي الفسرة والسرطان، يعني بليدنج اصلا، يعني واحد عنده سرطان او كانسر بيحصل له بليدنج، وواحد عنده سيريبرال هيموروج نزيف في المخ او بيعمل عملية في البرين اللي هي برين سيرجري. ده بالنسبة للكونترا انديكيشن بمنتهى السهولة. طيب احنا عمالين نقول اتش اي تي اتش اي تي اتش اي تي ومحدش عارف يعني اتش اي تي. اتش اي تي دي اختصار للهيبرين انديوست ثرومبوسايتوبينيا، يعني ثرومبوسايتوبينيا بسبب الهيبرين. حلو حلو. ويعني ايه ثرومبوسايتوبينيا؟ زي ما احنا عارفين بينيا يعني ديكريز، ديكريز اوف ايه؟ ديكريز اوف البليتلت، يعني واحد ما عندوش بليتلت، البليتلت كاونت بتاعه قل، فيحصل له بليدنج، فيحصل له ايه؟ بليدنج. بقسم الهيبرين انديوست ثرومبوسايتوبينيا الى مايلد او ترانزيانت او سيفير، يعني بيرزيستنت، يبقى بقسمها الى مايلد وسيفير. مايلد وايه؟ وسيفير. ايه بقى الفرق بين المايلد والسيفير؟ المايلد بتحصل لي في اول 5 ايام من ايه؟ من الدواء. اما السيفير بتحصل لي في اليوم الخامس لل 14، من اليوم الخامس ليه؟ لل 14. المايلد السبب فيها ان هي بتعمل لي دايركت، بتروح تضرب لي البون بدون اي خلل في المناعه، يعني هي نوت اميونولوجيكال، ملهاش علاقه بالمناعه. يبقى المايلد انديوست ثرومبوسايتوبينيا نوت اميونولوجيكال، بتروح دايركت تضرب لي البون مارو وتعمل لي ثرومبوسايتوبينيا. اما السيفير بقى دي عباره عن اميونولوجيكال ثرومبوسايتوبينيا، بيتكون لي انتيجين انتيبودي رياكشن، الجسم بيتعامل مع الهيبرين كانه ايه؟ كانه انتيجين، فيعمل لي انتيجين انتيبودي رياكشن فيسبب لي ثرومبوسايتوبينيا. السؤال المهم هنا،
ايه العلاج بتاع الهيبرين انديوسد ثرومبوسيتوبينيا؟ اول حاجه وقف الهيبرين، امنع الهيبرين، بعد كده ادي دواء بديل ليه. ايه الدواء البديل للهيبرين؟ الليبي ريودين والفوندابارينكس. الليبي ريودين والفوندا ايه والفوندابارينكس. الليبي ما بيسببش هيبرين انديوسد ثرومبوسيتوبينيا، والفوندا ما بيسببش هيبرين انديوسد ثرومبوسيتوبينيا. برضو ده بسرعه كده الاستخدامات والكونتر انديكيشن وشرح الهيبرين انديوسد ثرومبوسيتوبينيا اللي ممكن تجي لنا سؤال نظري لوحدها.